لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أسلفنا الذكر في الجمعة الماضية أن الشباب هم سر قوة الأمة ومصدر عزها وعماد نهضتها وقوام رقيها وسعادتها. الشباب هم أعظم طروات الأمة، بصلاحهم تصلح الأمة كلها، وبفسادهم تفسد الأمة أيضا. ولذلكم شرق أعداء الدين بصلاح الشباب من المسلمين، فحاولوا ودبروا ومكروا بكل أنواع المكر والخداع أن يحرفوا شباب المسلمين عن دينهم، وأن يحولوهم عن عقيدتهم وعن شريعة ربهم وهدي نبيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فما من سم علم أعداء الدين أنه سينفت وسيجري في دماء شباب المسلمين إلا ونفتوه. ولذلك المتأمل في حياتنا وواقعنا يجد أن هذه السموم كثيرة، ما أكثر الحيات وما أعظم العقارب التي تنهش هنا وهناك، والتي تنفت سمومها في شبابنا ذكرانا وإناثا، إلا من اصطفاهم الله تعالى بالهداية والصلاح. وما أقل هذه الفئة التي سلمت حقيقة من سموم الأعداء ومن نفتهم الذي ينفتونه في شبابنا بكرة وعشية صباح مساء. ولذلك السواد الأعظم من شباب المسلمين على وجه الأرض في هذا الزمان وصل بهم الانحراف إلى أبلغ المنازل، جرائم عظمى وفواحش كبرى، والله المستعان. فهناك عوامل رعاكم الله أدت حقيقة إلى انحراف شباب المسلمين. من هذه العوامل عندنا تراجع دور الأسرة، تراجع دور المدرسة، الإعلام الذي يبث سمومه في أوساط شباب المسلمين، الفقر الشديد، الغنى الشديد، مطالعة الكتب الهدامة، إلى غير ذلك من أسباب وعوامل انحراف الشباب. لكن اعلموا رحمني الله وإياكم أن أشد هذه العوامل فتكا وأخطرها على شباب المسلمين إنه الفراغ. الفراغ، وما أدراك ما الفراغ؟ شبابنا وللأسف يعيشون فراغا في كل مناحي الحياة. هذا الفراغ هو الذي أدى بهم إلى ما أدى بهم من الانحراف والزيغ والضلال والبعد عن الحق. لولا الفراغ لما قتلوا ولما قتلوا
ولما صاخوا ولما نهبوا ولما ظلموا ولما شربوا الخمور ولما تعاطوا المخدرات ولما أتوا على أنواع الفواحش من الزنا والربا والموبقات واللواط إلى غير ذلك. السبب الأعظم في هذه العوامل التي ذكرت هو الفراغ الذي يعيشه الشاب. حينما يفرغ الشاب فراغا تاما كان ذكرا أو أنثى فإن هذا الفراغ يؤدي به إلى الانحراف التام عن دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك أعظم شيء يحرص عليه العبد عموما والشاب خصوصا هو الوقت. أيها الشباب اعلموا رحمني الله وإياكم أن هذه الأوقات التي تمر بكم إنما تقربكم من ربكم وتدنيكم من آجالكم وتسير بكم إلى قبوركم. فكم من مضيع لأوقاته ماض في غفلاته لم يفق إلا في معسكر الموت نادما مع الخاسرين. لعمري أمة الإسلام لعمري كم من شباب يقضون أوقاتهم في غير منفعة تذكر أو فائدة تسطر. شبابنا يقضون أوقاتهم في لعب في لهو في غرور في ضياع. لو حرص شبابنا حقا على ما ينفعهم في دنياهم وما ينفعهم في دينهم لما رأينا آلهم وصل إلى ما وصل إليه الآن. ولذلك أعظم من تتفتت قلوبهم وتتقرح أكبادهم من هذا الانحراف هم الآباء والأمهات. الآباء أكثر الناس تضررا بضياع الشباب. الأمهات أشد الناس حزنا وأسى على ضياع فلذات أكبادهم. إن الأب لما يرى ابنه قد انفلت من بين يديه ضياعا وانحرافا وزيغا وضلالا لا يجد إلا أن يبكي الدم بدل الدموع. إن الأم التي تخرج بالليل والنهار في متابعة ولدها وفي ملاحقته وهي تحاول أن ترده إلى البيت تحاول أن ترده إلى الحق ما وجدت سبيلا إلى رجوعه ما وجدت سبيلا وطريقا إلى صلاحه ورشده. هذه الأم المكلومة هي التي تتجرع مرارة هذا الضلال وهذا الزيغ الذي يعيش فيه هذا الشاب المسلم وهو في ريعان شبابه في مقتبل عمره في وقت العطاء في وقت البدل في وقت الحيوية والنشاط يضيع عنه شبابه سدى وسبهللا بسبب ماذا؟ بسبب هذا الفراغ الذي وجده في حياته. فإذا اجتمع هذا الفراغ مع الشباب مع الجدة ماذا ننتظر رعاكم الله؟ ورحم الله القائل إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. لما يوجد الشباب القوة والنشاط والفتوة ويوجد معه الفراغ ويوجد معه الجدة وهي السعة في المال ماذا تنتظر أيها العبد؟ إن لم يستغل هذا العبد شبابه وفراغه وماله في طاعة الله فإنه سيستثمره في معاصي الله. ولذلك تعظم الفواحش تكثر الموبقات تنتشر المعاصي. لماذا؟ لأن إبليس سخر لهذا الشاب كل ما يحتاج إليه. عنده القوة عنده الفتوة عنده الفراغ عنده المال ماذا يريد؟ كلها أسباب للانحراف كلها دواعي للضلال والزيغ والبعد عن طريق الحق. ولذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى ذلكم الرجل فيما رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اغتنم خمسا قبل خمس. إذا ذكرت في الجمعة الماضية هذا الحديث وأخذت منه وجه الشاهد وهو شبابك قبل هرمك فإنني أستل منه اليوم الشاهد ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم وفراغك قبل شغلك.
الفراغ نعمة جمة من الله، إذا استغل في مراد الله واستثمر في محاب الله. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعمتان، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. تأملوا هذا الوصف رحمكم الله، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. فإذا وجد الصحة ووجد الفراغ في فترة شباب المرء فهي نعمة جمة من الله، من استغلها في طاعة الله كانت له نوراً وضياءً وسعادةً في الدنيا والآخرة. من لم يستغل ذلك في طاعة الله بل استثمر نعم الله في محارم الله كانت عليه خبالاً ووبالاً في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك أشد شيء على العبد أن يكون فارغاً. العبد إذا كان فارغاً هذا ممقوت في الأرض والسماء. بل العبد الذي يكون مشغول البال بماذا؟ مشغول البال بدين الله، أول شيء في أجندته، أول شيء في أولويات عمله هو الدين، ثم بعد ذلك يأتي التبع من أعمال الدنيا. فإذا كان العبد مشغولا بأمور الدين لا شك أنه يكون أمره محمودا في الدنيا وفي الآخرة. لكن الفارغ هذا ممقوت في الأولى وفي الآخرة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إني لأمقت الرجل، أي أبغض، إني لأمقت الرجل أن يكون فارغا ليس في شيء من عمل الآخرة ولا في شيء من عمل الدنيا. للأسف أقول والقلب يمتلئ حزنا وأسفا، معظم شباب الإسلام في هذا الزمان يعيشون هذا الفراغ، لا هم في عمل الآخرة ولا هم في عمل الدنيا، لا هم تعلموا علوما دنيوية ينتفعون بها في الحياة الدنيا كما فعل الغرب، ولا هم في أعمال الآخرة. فأي فراغ بعد هذا الفراغ؟ أي انحراف ننتظر بعد هذا الضياع والضلال والزيغ أمة الإسلام؟ ولذلك قلت في بداية الخطبة: شبابنا وللأسف يعيشون فراغا في كل المناحي. أول هذه المناحي أنهم يعيشون فراغا عقليا. العقل نعمة جمة من الله، إذا استخدمه العبد في طاعة الله بوأه الله المنازل العاليات في الدنيا وفي الآخرة. وإذا لم يستغله الشاب، إذا لم يستغل الشاب عقله في طاعة الله وفيما ينفعه في دينه ودنياه صار كالبهيمة، صار كالبهيمة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ساوى بين فارغي العقول وبين البهائم، لكون العقول، لكون البهائم لا تعقل. أليس الله قال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون؟ ولذلك إذا عاش الشاب في فراغ عقلي قضى على حياته بالهلاك وقضى على آخرته بالبرار. أما تأملتم رحمني الله وإياكم إلى أصحاب النار يوم القيامة لما يعترفون بذنوب، لما يعترفون بذنبهم، ألا وهو فراغ عقولهم في الدنيا، كما حكى الله تعالى عنهم حينما قالوا: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. اعترفوا بذنبهم، ذنبهم أنهم عاشوا في الحياة في فراغ عقل، ما استغلوا هذه النعمة التي ميزهم الله تعالى بها عن سائر مكنوناته ومخلوقاته، ألا وهي نعمة العقل، ما استثمروها فيما ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة.
فلذلك كان مصير كل أحد لم يستغل عقله في مراضي الله وفي محابه. أما من عاش وعقله مملوء بالطاعات، مملوء بهم الدين، مملوء بغم الأمة، فإن هذا الشاب يعيش سعيدا في الدنيا ويكرمه الله تعالى بشرف الآخرة. من أنواع الفراغ الذي يعيشه شبابنا في هذا الزمان إنه الفراغ القلبي. إي ورب العزة أيها الشباب، شبابنا يعيشون فراغا قلبيا، القلب مضغة بحياتها يحيى الجسد، بموتها يموت الجسد أيضا. القلب هو وعاء الإيمان وهو أيضا وعاء الهوى. فتأمل أيها الشاب بأي شيء تريد أن تملأ هذا الوعاء. قلبك وعاء، إما أن تملأه إيمانا وإما أن تملأه هوى. فمن ملأ قلبه إيمانا فقد أكرمه الله تعالى وأبعده عن الزيغ والفسوق والعصيان. ومن فرغ قلبه من الإيمان فقد ضل بالفسوق والعصيان، لأن هذا القلب إما أن يملأ إيمانا وإما أن يملأ هوى. لا يجتمع الإيمان والهوى في قلب امرئ أبدا. قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فإذا امتلأ قلب العبد، إذا امتلأ قلب الشاب إيمانا فإن ذاك يلزم خلو هذا القلب من حب الدنيا والشهوات والفسوق والمعاصي والملهيات. فلذلك شبابنا ما ركنوا إلى الدنيا، ما أحبوا الشهوات، ما تنعموا فيها، ما عصوا ربهم وخالفوا نبيهم إلا لفراغ قلوبهم من الإيمان. لما فرغ القلب من الإيمان رأينا ما رأينا بأم الأعين. أين شباب الإسلام الذين امتلأت قلوبهم حبا لله، حبا لرسول الله، حبا لكتاب الله، حبا لدين الله؟ هؤلاء الشباب هم الذين تكلمت عنهم في الخطبة الثانية من الجمعة الماضية. إنه العصبة المؤمنة التي أظهر الله تعالى بها الدين ورفع بها لواء التوحيد. هذه العصبة المؤمنة هي التي نفتقدها الآن. ما يمكن أن تكون عصبة مؤمنة إلا بعد أن تملأ قلبها ماذا؟ إيمانا، حبا لله، حبا لرسول الله، حبا لدين الله، حبا لأمة الإسلام، لا حبا للشهوات، لا حبا للأفلام، للمسلسلات، للموسيقى، للمباريات، للتجارات، للتمتع، للسفر، للتأخذ. أي شباب هذا؟ شباب مآله إلى الهلاك، مآله إلى الضياع. أمة الإسلام، أمتنا الآن تحتاج إلى شباب مسلم، تحتاج إلى شباب ملأ قلبه نوراً وهدى وصلاحا واستقامة. لا شباب لا يحسنون إلا النوم، لا شبابا لا يحسنون إلا المادة، لا شبابا أنكروا وجود الله. لماذا تهود شبابنا؟ ولماذا ترسر شبابنا؟ ولماذا عاش شبابنا في العلمانية المقيتة؟ ولماذا تحرف شبابنا عن دين الحق؟ لماذا امتلأت السجون بهذه الفترة الزهية؟ شباب في ريعان شبابهم ملئت بهم سجون وعظمت في حقهم سجون.
لماذا أملأ شباب الإسلام قلوب الصالحين حسرة وأسى وحزنا؟ لماذا تراهم في الطرقات يتسكعون، في الشوارع يتجولون، خلف النساء معاكسون؟ أين هم من المساجد؟ أين هم من دروس العلم؟ أين هم من حلقات الذكر؟ أين هم من علوم الدنيا؟ الآن أتساءل أيها المسلمون، أين الشباب الذين كنا نبصرهم ونراهم في ليالي رمضان؟ أين ذلكم الشباب الذين كانوا يملؤون جنبات المسجد وأركانها؟ شباب، وأعظم بهم من شباب، ترى في وجوههم التبتل، تحس من قلوبهم الخضوع والخشوع، بكاء، دموع ينسكب على الخدود وهم في صلاة التراويح. أين هم الآن؟ لا يصلون، لا يعرفون لله حقا، لا يحقون حقا ولا يبطلون باطلا. أهؤلاء الشباب بهم ترتفع الأمة وتنتصر، ويرد الله لها مجدها وعزها الغابر. فلذلك الذي أدى بشباب المسلمين إلى ما أدى بهم حتى وصل بهم الأمر إلى خروجهم من الإسلام واعتناقهم اليهودية أو النصرانية أو الإلحاد أو الشيوعية أو الماركسية أو العلمانية، أو ما حل بهم من الانحراف العقدي والانحلال الخلقي، إنما من أعظم أسبابه هذا الفراغ القلبي الذي يعيشه شبابنا. وللأسف من أنواع الفراغ الذي ابتلي به شباب الإسلام في زماننا هذا إنه الفراغ النفسي، ولذلك امتلأت صدورهم حزناً وأساً، يبحثون عن الحلول فيظنون أن الحل في إحراق النفس، أو أن الحل في الانتحار، أو أن الحل في شرب الخمور ونسيان الواقع. هكذا يظن كثير من الشباب لما امتلأت صدورهم ماذا؟ غيظاً على هذا الواقع، بحثوا عن الحلول ولو لم تكن شرعية. بل عند الشباب حل يدفعون به هذا الفراغ النفسي. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكية نفسك أيها الشاب لا تكون إلا بتهجيبها وتزكيتها وتقويمها، ولا طريق لتقويمها إلا بدين الإسلام. الدين الحنيف هو أعظم طريق وأقوم سبيل لتزكية هذه النفس وتهذيبها وتقويمها وإلجامها عن الباطل. فاعلموا رحمني الله وإياكم، اعلموا رحمني الله وإياكم، أن النفس إذا انصرفت عن طاعة الله، انحرفت عن خير المسالك ووقعت في طريق المهالك. النفس إن لم تشغلها أيها الشاب بطاعة الله شغلتك بمعصية الله. نفسك التي بين جنبيك، أخاطبك أيها العبد، وأنت أيها الشاب، وأنت أيها الشاب على وجه الخصوص، أخاطب كل قلب حي، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. فانظر أي الطريقين تختار وأي السبيلين تريد. فإذا اخترت طريق الحق وطريق الطاعة أكرمك الله تعالى بنفس مطمئنة، فجازاك الله من جزاء عملك، فقال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لماذا؟ لأنك سعيت بنفسك إلى أن تصل إلى درجة النفس المطمئنة التي يكرمها الله بسعادة الدنيا
اطمئنانا وسعادة وفرحا وطربا وهناء وأمنا وأمانا، وفي الآخرة ثواب جزيل وتواب جزيل وجزاء كريم عند الرب الكريم سبحانه وتعالى. فنسأل الله تعالى أن يجنب شبابنا الفراغ النفسي والفراغ القلبي والفراغ العقلي والفراغ المعرفي، وأن يعين شبابنا على الحق، وأن يجنبهم الشطط والضلال والزيغ والانحراف، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له، والصلاة والسلام على خاتم النبوة والرسالة وعلى آله وصحبه ومن والاه. أمة الإسلام، لعل أحد شبابنا يتساءل وهو ممن يسمع كلمات هذه فيعترف في هذا المسجد وحين سماعه لهذه الكلمات فيقول أنا ممن يعيش هذا الفراغ، يقول بقلب مطمئن، يقول بنفس أوابة، وهو يخاطب ربه ومولاه فيقول يا رب أنا أعيش فراغا نفسيا وفراغا عقليا وفراغا قلبيا، فيا رب ما السبيل إلى الخروج من هذا الفراغ؟ يا رب ما طريق الخلاص من هذا الفراغ الذي نعيشه؟ فأقول لك أيها الشاب، أقول لك نصيحة مشفق أمين، اسمع مني هذه الكلمات واعمل بها، يكرمك الله تعالى بصلاح الدنيا وبعز الآخرة. وأقول وما توفيقي إلا بالله. من أعظم أسبابي دفع هذا الفراغ الذي أدى بشبابنا إلى الانحراف، أولا إنه الدعاء والتضرع إلى رب الأرض والسماء. أيها الشاب، تبتل إلى مولاك، تضرع إلى ربك، سله في سرك وعلانيتك، سله في خلواتك وجلواتك، ضع هذه الجبعة على الأرض وأظهر لربك الخضوع والخشوع، وسله وأطلق هذه الدموع عبرات تنسكب على خدودك، فقل يا رب وفقني، يا رب ألهمني الصلاح، يا رب أرشدني طريق الهداية. فإن الله تعالى وعد ووعده لن يخلف أبدا. السبيل الثاني على سبيل الإيجاز أيها الشباب، وأعظم به من سبب، إنه تعبيد النفس لله سبحانه وتعالى. عبد نفسك لله. تحقق ذلك لا يكمن إلا في أن تكون مسارعا في أداء الفروض والواجبات، مسابقا في أداء المندوبات والمستحبات، مبتعدا عن المعاصي والمحرمات والمنكرات. فإذا حرص الشاب على أداء الجماعات والجمعة، حرص على قيام الليل، على صيام الهواجر، على صلة الرحم، على عيادة المرضى، كيف يجد الفراغ له سبيلا؟ هؤلاء الشباب الذين يعانون من هذا الفراغ يقولون لا نجد شيئا نعمله. سبحان الله، هذا أعظم انحراف حرف الشيطان به عقول الشباب، حينما قذف في قلوبهم وألقى في نفوسهم ألا شيء يوجد حتى نعمله. كيف؟ هل أنت أيها الشاب ممن يحرص على أداء الجماعات في المساجد في الصلوات الخمس؟ هل أنت ممن يحرص على أداء الجمعة؟ هل تقاوم نفسك في قيام الليل وفي صيام الهواجر؟ هل تحرص على صلة الرحم؟
هل تحرص على بر الوالدين؟ هل تحرص على عيادة المرضى وتشييع الجنائز؟ طاعات، قربات، أعمال صالحات، ومع ذلك تقول إنني أعاني من الفراغ. لا وألف لا أيها الشاب. من العوامل والدوافع التي تمنع شبابنا الوقوع في الفراغ قضاء حوائج الناس. اعلموا أرشدني الله وإياكم لطاعته أن من عاش منا لذاته فحسب، من عاش منا لذاته فحسب فإن الحياة تبدو له قصيرة وتنتهي بانتهاء عمره، لكن من عاش منا لغيره ولم يعش لذاته فإن الحياة تبدو أمامه طويلة، يكون مبدأها ببدء الإنسانية ولا تنتهي ولو فارق الحياة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا جميعا وأرشدك أيها الشاب خاصة إلى ماذا؟ أرشدك إلى السعي بقوتك، بفراغك، بحيويتك، بنشاطك إلى قضاء حوائج الناس. لقد روى الإمام الطبراني رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إلى الله وما أحب الأعمال إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله. اسمع يا من يعاني الفراغ، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وأحب الأعمال إلى الله سرور يدخله على مسلم، أو يقضي عنه دينا، أو يكشف عنه كربة، أو يطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي في حاجة خير لي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. وأشار إلى مسجده صلى الله عليه وسلم. ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضى، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. أيها الشاب، باستطاعتك أن تفعل كل هذه الأمور، باستطاعتك أن تدخل سرورا، باستطاعتك أن تكشف عن أخيك كربة، باستطاعتك أن تطرد عنه جوعا، باستطاعتك أن تقضي عنه دينا، ذلك المال الذي تبدره في المحرمات، في المنكرات، في المعاصي، سخره في طاعة الله، واقض عن المدينين والغارمين ديونهم، يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فنعم المال الصالح للعبد الصالح. فاسعى بارك الله فيك، اسعى بارك الله فيك في قضاء حوائج الناس، يقضي الله عنك حوائج الدنيا والآخرة. ولذلك كان الإمام أبو عثمان شيخ البخاري يقول: ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي، فإن تم وإلا قمت له بمالي، فإن تم وإلا استعنت له بالإخوان، فإن تم وإلا استعنت له بالسلطان. أيها الشاب، من أعظم أسباب دفع هذا الفراغ إنه القراءة، قراءة كل ما ينفع، وأولها كتاب الله سبحانه وتعالى. شبابنا في منأى عن القرآن، شبابنا للأسف لا يعرفون القرآن إلا في رمضان قراءة وسماعا وترتيلا وتجويدا، لكن في سائر أيام السنة ليس لهم للقرآن نصيب ولا لقلوبهم منه مجيب. وللأسف أليس الله قال: إن هذا القرآن يهدي للتي
هي أقوم. القرآن يهديك أيها الشاب لأقوم طريق وأصلح سبيل، وأعظم ما يخلص به قلبك من هذا الفراغ إنه قراءة القرآن. فتأملوا أيها الشباب، تأملوا في آياته الحسان، وتدبروا عظاته الكرام، يكرمكم الله تعالى بطريق الهداية والصلاح والسعادة والأمن والأمان. هاكم هاكم أيها الشباب، هاكم كتاب الله، مصدر عزكم، منبع قوتكم، سبيل سعادتكم، طريق فلاحكم. هذا الكتاب، هذا الدستور طريق فلاح الأمة، مصدر عزها، منبع أمنها وأمانها. لما ترك شباب الإسلام هذا القرآن خلف الظهور وصاروا يجرون خلف المجلات، خلف الجرائد، خلف الإعلام، خلف الأفلام، خلف المسلسلات، ها نحن الآن نعلم يقينا الحال الذي وصل إليه أمرنا. وللأسف ولو أننا أخذنا هذا القرآن بقوة، خذوا الكتاب بقوة، لو أخذ شبابنا القرآن بقوة لما عاشوا فيما عاشوا فيه الآن من ضلال وحيرة. الحيرة ما سببها؟ أننا ما قرأنا القرآن. حاشا أن يملأ قلب عبد حيرة وهو يقرأ القرآن أبدا. ولذلك قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. رحم الله بعض السلف حينما كان يقول: ما جالس أحد هذا القرآن فقام عنه سالما إما أن يربح وإما أن يخسر. ثم تلا هذه الآية: وأوصيكم أيها الشباب المسلم، أوصيكم بقراءة الكتب النافعة والبحوث القيمة التي تدعو إلى القراءة والتفكير، تدعو إلى الإبداع، تدعو إلى الإلماء، تدعو إلى الإنجاز والتعمير. وإياكم وإياكم أيها الشباب أن يبطئ بكم الهوى عن المسير، وابتعدوا رحمكم الله عن الآمال والأماني التي تحرفكم عن طريق الحق وتبعدكم عما خلقكم الله سبحانه وتعالى من أجله. ولا تتكلوا على آبائكم وعلى أموالهم، لا تتكلوا على من يشبع بطونكم ويلبي رغبات نفوسكم، فإن الأمة في أمس الحاجة إلى طاقاتكم، إلى اختراعاتكم، إلى عقولكم، إلى قلوبكم، إلى سعة صدوركم، إلى سواعدكم. أمة الإسلام في أمس الحاجة الآن أكثر من أي زمن مضى، إلى الشباب أكثر منهم إلى أي صنف من أصناف البشر. فهل أنتم أيها الشباب، هل أنتم حقيقة ممن ملأوا قلوبهم حبا لهذا الدين، فقاموا الآن بقلوب مطمئنة، بعزائم علية، بهمم كبيرة، فقالوا: سنحمل هذا المشعل، وسنحمل هذا اللواء، وسنرفع راية الإسلام عالية بما أكرمنا الله تعالى به من شباب، من فراغ، من أموال، من طاقات، من عقول. فأقول لكم أيها الشباب: هل استغنت الأمة عن طاقاتكم حتى ضيعت شبابكم؟ هل ارتفعت الأمة بقدراتها عن هذا الشباب الرفيع الذي هو مصدر العز ومنبع الاطمئنان، وعليه العمدة في قوام الأمة وفي خروجها من هذا الضلال، من هذا الزيغ، من هذا الانحراف الذي تعيشه الآن؟ إن الشباب المسلم هو الذي يتعظ بالمواعظ وينتفع بالذكرى، كما قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فهل من مستجيب؟ هل من متعظ؟ هل من متذكر؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فما يسعني أيها المسلمون بعد ذكر هذه الكلمات إلا أن نسأل المولى سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهو القادر على كل شيء، أن يصلح لهذه الأمة شبابها،
اللهم أصلح لأمة الإسلام شبابها، وأصلح لها شاباتها، وأصلح لها صغارها وكبارها. اللهم رد الشباب المسلمين ذكرانا وإناثا إلى كتابك وإلى سنة نبيك. اللهم اجعلهم شبابا صالحين، راشدين مرشدين، هاديين مهديين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم جنبهم عوامل الانحراف وأسباب الزيغ والضلال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمهم بالإيمان، وأنعم عليهم بالقرآن، وأكرمهم بمتابعة سيد الأنام نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، جلالة الملك محمد السادس. اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأري الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، واحفظه اللهم في ولي عهد المولى الحسن وفي سائر أسرتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ارزقهم التمسك بكتابك والاعتصام بسنة نبيك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم من أراد شبابنا بخير فاللهم زده من خيراتك، وأنعم عليه من بركاتك، وبارك له فيما رزقته. اللهم من أراد شبابنا وأراد شباب المسلمين في كل زمان وفي كل مكان بسوء أو انحراف أو ضلال أو زيغ، فاللهم أشغله بنفسه واجعل تدميره تدبيره برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. هذا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله يجزيكم بخير إخوانا. واحد الأمر طالما نشتكي منه، وللأسف منذ مدة دورا نبهت عليه وغادي نعاود ننبه له. الآن مجرد ما تقام الصلاة إلا وتتقدموا الإخوان للصفوف، ودائما تنجدوا الصفوف الخلفية تبقى فارغة. علاش؟ لأنه الناس مجرد ما تتقدموا إلا وتبقوا بعض الصفوف فارغة. أنا كنقول للإخوان اللي على برا في الشمس يحاولوا إن شاء الله الرحمن الرحيم يدخلوا، راه على الأقل تبقوا جوج صفوف ولا ثلاثة خاويين. ولا يشرع الصلاة، أقول لا يشرع الصلاة خارج المسجد والمسجد لم يمتلئ بعد، لأن هناك فرق بين الجلوس وهناك فرق بين القيام للصلاة. أنتم لاحظوا المسجد الآن راه بإخوة بعضه في الأول. الإخوة اللي اللور لا إشكال تصليوا اللور، والإخوة اللي بيدخلوا يصلوا من الأبواب في وسط الصفوف. الله يجزيكم بخير. وحاولوا الله يجزيكم بخير، ما نعاودش نذكر إن شاء الله الجمعة المقبلة إن شاء الله. هذا آخر تذكير أذكروا به الآن. وحرصوا بارك الله فيكم على تسوية الصفوف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وفي رواية من حسن الصلاة. وجزاكم الله كل خير.